مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. ننتقل الآن إلى الملف الثاني في برنامج الظهيرة، وهو الملف الذي يتابع ككل يوم ملف الحالة الوبائية في البلاد، أرقام الإصابات في بكوفيد 19 في التزايد. وللحديث أكثر عن هذا الملف نسعد باستضافة البروفيسور مرزاق غرناوط، وهو رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى بني مسوس. أهلا بك سيدي، وشكرا جزيلا على تلبية دعوة البرنامج وأنتم في الصفوف الأولى في مجابهة هذا الوباء. أهلا بك سيدي. شكرا على هذه الاستضافة وشكرا لكل المشاهدين. طيب سيد، قبل أن نشرع في النقاش نتابع فقط روبورتاج حول التحسيس أو تحسيس المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الصارمة لكوفيد 19، والتحسيس كذلك بأهمية التلقيح من توقيع الزميلة باريزا جلامدة، ثم نفتح النقاش. حملة تحسيسية بضرورة احترام التدابير الوقائية بمحطة المسافرين الخروبة باعتبارها تشهد حركية واسعة في تنقل المسافرين. مليح هذه الحملة باش توعي الناس وكذا، خاطش كاين الناس ما نساوش شويه المرض هذا، نساو يقول لك المرض فهمت، والناس لهنا سورتو لا كاروتيير كاين بزاف الغاشي، وحنا ماذا بينا احنا نطلبوا من الناس كاع دي لابافات نديروا الوقاية باش يخطينا المرض، وان شاء الله ربي نطلبوه يشافينا ويبعد علينا هذا البلاء ونعسوا رواحنا. كاين اللي يصنت يدير البافا تاعو يدير له التعقيم تاعو، يقعد كل واحد وحده باسكو هنا لازون تعطينا نص الكار، وكاين اللي ما يصنتش كل واحد وكيفاه، كاين اللي عارف روحو باللي راح يضر روحو ويضر غيره، وكاين اللي يقول لك ما كان كورونا لا والو. الحملة شملت توزيع الكمامات وملصقات توعوية للمسافرين من طرف جمعية المجتمع المدني والنوادي الرياضية لحسين داي، بالإضافة إلى الكشافة الإسلامية. كمامة واجب واجب باش ما يعدوش الناس، والحمد لله تقبل تاع الشعب الله يبارك. كاين بعض الناس اللي راهي واعيه بالوضعيه الوبائيه وراهي تطبق في تدابير صحيه كما ارتداء الكمامات تعقيم وكلش، وكاين الناس مازالها راهي مستهينه بالوضع وراهي تعرض نفسها والناس للخطر. كل عائله يعني توصي وتحذر اولادها من هذا المرض، صح خطير ان راهو يعني ارتفع بنسبه كبيره مع كثرة وتصاعد عدد الإصابات بالأوميكرون وبالدلتا كذلك. نبقى دائما وأبدا نحسس ونحسس ونحسس من أجل كبح هذا الانتشار السريع لهذا الوباء. التقيد بالإجراءات الاحترازية والتلقيح هو السبيل الوحيد للحد من انتشار كوفيد 19. إذن بروفيسور، كما تابعنا في هذا الروبورتاج حملات تحسيسية كبيرة يعني للمصالح المختصة والمجتمع المدني، لي يعني من أجل وعي أكبر بهذا الخطر الداهم، يعني أرقام الإصابات في تزايد. يعني في البداية كيف يعني تشخصون يعني الوضعية الوبائية في البلاد بداية؟ نعم، كما قلت الحالة الوبائية في الجزائر معروفة عند كل الناس، العدد راهو في ارتفاع سريع، اعداد هائله. حنا كما نقولوا بدات الحاله الموجه الاولى، قلنا هي موجه الناس الكبار اللي عندهم امراض مزمنه. في الموجه الثانيه قلنا باللي هذه الموجه تقيس الناس الكبار وما تقيس الصغار. الموجه الثالثه قاست الكبار اللي عندهم امراض مزمنه واللي ما عندهمش امراض مزمنه، والموجه الرابعه هي موجه العائلات وموجه الاطفال. لماذا؟ لان دركات في العائله ما كانش واحد لا يتقاس، كامل العائله كل افراد العائله في الموجه الثالثه. عذرا دكتور، حتى الاطفال يعني تقاست في الموجه الثالثه التي سبق؟ ماشي بالنسبه اللي انا نشوفوا فيها طبعا، ولكن في الموجه الرابعه هي موجه العائلات وموجه الاطفال. كل افراد دركات هم يجون العائلات كامل، كل افراد العائله تقاست. لماذا؟ لان كما نقولوا دي كاركتيرستيك صفات تاع المتحور الجديد متحور اوميكرون هي سرعه الانتشار، ف
في كما نقولوا في المجتمع، وكذلك حاجه المليحه فيه ان الاعراض ماهيش اعراض صعيبه بزاف. لو بلو سوفون صدر في اغلب الاحيان الاعراض تكون اعراض خفيفه. لذلك حنا واش نقولوا لمجابهه جائحه كورونا لابد كما نقولوا من التقاء سته نقاط. ثلاث نقاط للتشخيص وعلاج ومتابعه مرض الكوفيد، هما ثلاث اشياء. النقطه الاولى هي المؤسسات الاستشفائيه العامه او الخاصه، وكي نتكلموا على المؤسسات نتكلموا على عدد الاسره، هياكل الاستقبال يعني والتكفل بالمرضى. نعم. النقطه الثانيه هي الادويه، كل الادويه. والنقطه الثالثه هي الاكسجين و كما نقولوا اجهزه التنفس، هذين للتشخيص والمعالجه. والنقطتين هي نقطتين خاصه بال كما يقولوا بالبريفونسيون، بالحمايه بالوقايه والاحتياط، وهي النقطه اللي اسمه فيها نقطتين، فيها التلقيح وفيها الاجراءات الوقائيه، الاجراءات الوقائيه الصارمه، تطبيق الصارمة لهذه الاجراءات الوقائيه الصارمه. والنقطه التاليه والنقطه السادسه هي نقطه تخص كل المؤسسات، كل المؤسسات لازم يشاركوا في هذه النقطه الثالثه، وهي الحملات التحسيسيه في 58 ولايه. لازم كامل نشاركوا، ماشي غير قطاع الصحه. البروتوكول حنا كي نتكلموا على البروتوكولات الصحيه، كاين بروتوكول صحي خاص بالمدارس، كاين بروتوكول صحي خاص بالجامعات، كاين بروتوكول صحي خاص. دونك لازم كامل المؤسسات تشارك في هذه تنخرط في هذا المسألة التحسيسي طبعا. نعم. ونحن وهو ما يعني ما نلاحظه في كثير يعني من المؤسسات، وهي انخرطت يعني ايجابيا في هذا المسعى، وهي البروتوكولات يعني الصحيه التي تسهر عليها الهيئات الصحيه وكذلك هيئه متابعه فيروس كورونا. اذا انتم المختصون يعني في امراض الحساسيه والامراض الصدرية، يعني هل من اختلاف يعني خصوصا في بداية بالتشخيص وثانيا بعملية التكفل بهذا المريض، هل هناك اختلاف يعني بين هذا المتحور أوميكرون والمتحور دلتا من حيث التشخيص ومن حيث يعني الآثار والتكفل بالمصاب؟ نعم، الاختلافات عديدة في التشخيص. الأعراض تبدلت في كما قلنا في الموجات الثالثه السابقه، الشيئين اللي كانوا يهضروا عليهم الناس كامل كانت فقدان حاسه الشم وفقدان حاسه التذوق واعراض الحراره، ارتفاع درجه الحراره وكل شيء. حاليا كما يقولوا اختلط الحبل بالنابل. لماذا؟ لان الاعراض حاليا هي اعراض زكام، هي نفس الاعراض الانفلونزا، نفس اعراض الانفلونزا، وهي في نفس يعني الفتره من السنه التي تكون فيها الفيروسات الانفلونزا في مرحله الشتاء. الانفلونزا الاعراض ما هي الاعراض؟ هي اولا كما نقولوا الصداع كاين ديسيفالي، ثانيا ارتفاع درجه الحراره، ثالثا فشل سيد الانفاتيك العيا دي كورباتور فشل فشل نعم. عندك وجع في الحلق، هادو ما اعراض تاع الزكام، النفيسين عينيه يدمعوا والاخر، هادو ما اعراض نفس اعراض الزكام، نفس اعراض يعني يصعب على الطبيب ربما تشخيص. نعم. هل هو يعني فيروس اوميكرون او الانفلونزا لذلك هاد الاعراض كاين خاصيه كما خاصيه مليحه في الحراره، ارتفاع درجه الحراره. في الموجات السابقه كان ارتفاع درجه الحراره 3 ايام 4 ايام حتى 8 ايام، حاليا هاو نهار واحد ولا يومين الحراره صحيح تزل صحيح. دونك كما نقولوا المواطن المسكين ماهوش يعرف لو بلو سوفون. الناس واش يقول لك؟ يقول لك انا هذه ضربه برد برق، هذا زكام برق. وحنا واش نقولوا في الحاله الحاليه حاليا في هذه الفترة نعم، وين كانت جائحة كورونا ماشي غير في الجزائر، جائحة عالمية. نقولوا حنايا باللي الأعراض هذوما هما أعراض كورونا، ما نقولوش أعراض زكام. لذلك لو بلو سوفون نوجهوا الناس إلى كما نقولوا باش يديروا التشخيص، عملية التشخيص. عملية التشخيص كاين اختلاف
حنا كنا كي كانت دير الطاوله حاجه اخر نديروا التشخيص بالتيست اونتيجينيك يخرج في هذاك غدوه في هذاك النهار يخرج بوزيتيف، حاليا هم يخرجوا نيجاتيف. صحيح. لذلك حنا نقولوا اليومين اول دارهم خرجوا نيجاتيف، يستنى يومين ولا يستنى حتى 4 ايام باش يعود له تيست اونتيجينيك. ولكن وهي تجربه لكثير من المواطنين اصيبوا، يعني جاتهم الاعراض الحمى في اليوم الاول والثاني لما يعمل تشخيص ما يلقاش عنده الفيروس، ولكن لما يعاود هذا التشخيص بعد 4 أو 5 أيام يلقى عنده بوزيتيف. أوميكرون. لذلك احنا واش نقولوا في التشخيص هم كما نقولوا الأعراض مختلفة، في التشخيص الأعراض مختلفة وحتى في ليتاس هيك مختلفة. دوك الناس هم فهموا باللي اللي عنده أعراض تاع زكام احنا نقولوا باللي هي أعراض كورونا لازم عليه يدير الاختبار يدير لو تيست. لو كان في هذاك اليوم خرجوا له الاعراض ماشي اليوم هذاك يدير، نقولوا له يستنى يومين ولا يستنى 4 أيام باش يدير. نعم. ولكن يقدر يبدا الدواء كي يكون واحد من العائله عنده مرض اوميكرون كوفيد وافراد اخرى عندهم نفس الاعراض نقولوا باللي هذا اوميكرون. علاش؟ على بها نعرفوا بلي الاوميكرون كاركتيريستيك تاعو يعني بدون اجراء اختبار، بدون اجراء اختبار هاو ينتقل رابيدمون في العائله، نقولوا نعطوا لهم الدواء ونستناو المتابعه تاعهم. دونك في التشخيص في العلاج يقعد علاج كيف كيف. لماذا؟ على بها هي في الحقيقه العلاج القطعي لمرض كورونا ما كانش، هذوما ادويه اللي كيما نقولوا لحماية الجسم ربما من أي مضاعفات كما نقولوا نعطوا الأشياء اللي تقوي مناعة الإنسان. نعطوا في بعض الحالات نعطوا المضادات الحيوية. علاش؟ أنا نعرفوا باللي بين المضاعفات مرض الكورونا هو كما نقولوا التعفنات لغي انفكسيون لي سور انفكسيون. دونك بور ايفيتي. وكذلك دواء لتخطر الدم اللي هو موجود حاليا، تخطر الدم للمدوح المرضى باش ما يديروش تخثرات في الدم تاعهم. بالنسبه للبروفيسور لهذه النقطه بالذات، هذه النقطه المتعلقه بتخثر الدم، هناك الكثير من الناس من يخلط، يعني يكون عنده بمجرد يشوف روحه عنده يعني هذا الاعراض هذه تاع الزكام او الكورونا مباشرة يروح للصيدلي يشري ربما مضاد حيوي وتلقاه يبحث على هذه الأدوية الخاصة بتخثر الدم، ربما يعرض نفسه للخطر هو ما على بالوش يعني بحجم هذا الخطر الذي قد يعرض نفسه إليه يعني تناول العشوائي لهذه الأدوية. يعني أنتم كمختص ماذا توجهون لهذه الفئة؟ هو يعرض نفسه للخطر ويعرض الناس واحد اخرين للخطر. لماذا؟ لان الانسان كي يروح لازم له هذاك الدواء تاع التخثر ويروح الصيدليه وما يلقاهش، معناتها هو عرضه بصفه غير مباشره للخطر. لذلك الطبيب كما نقولوا انت قلت الناس يبان لهم الاعراض، هم كاين ناس ما يبان لهم لا اعراض لا والو، هم يشروا في الدواء ويخلوه، يقول لك اون سي جامي تكون لا بينوري. دونك حنا واش نقولوا؟ نقولوا التطبيب لوطو ميديكاسيون ماشي شيء مليح، سلوك خاطئ، سلوك خاطئ يجب ان نتفادى مثل هذا السلوك، لابد ان نتفاداه. لذلك حنا نقولوا الانسان كي تكون عنده اعراض، علاش؟ على بها كاين اعراض اللي ما لازملهاش مضادات حيويه، كاين اعراض اللي ما لازملهاش تاع واسمو الادويه تاع تخثر الدم، كاين اعراض اللي ما لازملهاش مشتقات الكورتيزون لي كورتيكويد. لذلك الانسان الوحيد الذي يستطيع ان يعطي الدواء المناسب للاعراض المناسبه هو الطبيب. لذلك احنا كان استحسان كما نقولوا القرار اللي اتخذوه وزير الصحه باش يكونوا الكشف في الصيدليات كشف تاع ليتاس اونتيجينيك. احنا علاش؟ باش كما نقولوا لتفادي الاكتظاظ في المستشفيات، لتفادي الاكتظاظ. احنا نقولوا كاين الناس اللي يقدروا يروحوا للصيدلي يديروا الكشف هذا ويشوفوا اسك عندهم المرض ولا ما عندهمش باش يتفادوا انتقال العدوى للعائله تاعهم. طيب هناك ايضا بروفيسور من الاطباء كذلك من يعني بمجرد يعني يشوف هذه الاعراض
يصف مباشرة هذه الأدوية، كيف ترون لهذه النقطة؟ يعني بدون إجراء اختبار الكورونا. شوف، احنا كما نقولوا احنا كنسموا هذه سد الطبيب على باله أدرى واش هو يدير، دون لو سونس وين لوسكون لي دون ان كونتكست بانديميك، جائحة في وضع عالمي وبائي. في وضع وبائي. نعم، وبائي عالمي عالمي، وتكون الانسان يكون عنده اعراض تاع زكام. حاليا درك هذا الموجات تاع زكام، كي يكونوا هذه الاعراض نقدروا نبداو الدواء تاعو. كاين ناس اللي ما يقدروش يديروا الاختبار، كاين ناس اللي ما يقدرش مسكين ينتقل، لذلك الطبيب كي يشوف عنده الاعراض يعني هو يتفادى يتنقل يعني المستشفى ربما. لا، نعطوا لهم الدواء ونقعدوا معه اون كونتاكت. علاش؟ الدواء لتفادي مضاعفات مرض الكورونا. وحنا كاين لو بروبليم دركا تاع كورونا، حقيقه كاين الكوفيد لون، لو بروبليم تاع الكوفيد لون سي ابخي الكورونا، كاين تعقيدات ومضاعفات لهذا المرض. لذلك حنا واش نقولوا، يعني ما بعدش مرحله ما بعد الشفاء. نعم، ما بعد الشفاء كاين حالات كبيره اللي مازالها مريضه. علاش؟ على باه صاروا لهم مضاعفات، وهذه المضاعفات كيفاش يصاو؟ سواء المريض كانوا عنده امراض مزمنه، سواء المريض ما تلقاش الدواء تاعو في الوقت المناسب. نعم، تاخر في اخذ الدواء. لذلك حنا واش نقولوا، دائما دائما لابد على المريض ان يستشير الطبيب تاعو. نعم، قبل ان ياخذ الدواء لابد. طبعا هذا التطبيب هذا العشوائي يعني ربما يكون له عواقب وخيمة على هذا المصاب وهو لا يدري بهذه العواقب. طبعا ابقى معنا بروفيسور، سنواصل يعني رصد حملات التحسيسية وتوافد يعني المواطنين على حملات التلقيح والأنموذج من ولاية بومرداس مع الزميلة فتحة بوعرب. مع تصاعد عدد حالات الإصابة بوباء كورونا، توافد كبير للمواطنين لأخذ اللقاح بمراكز التلقيح بولاية بومرداس. بعد الفحص الأولى والدوزيام أنا جاي ندير التروازيام، الزيت جي الكاتريام ندير الكاتريام. اليوم جيت ندير الفاكسين تاعي تاع التروازيام دوز، درت زوج وهذه الثالثة، وبنحمي روحي ونحمي العائله لونطوراج تاعي، ولادي، اهلي، صحابي، ونتمنى ان شاء الله الناس قاع يجوا. اللقاح في الاسبوع في هذا السونتر يتقارب بين 500-550 هكذاك لقاح. متوفرين الخمسه لي 5 فاكسان متوفرين. المواطن كيجي اي فاكسان يدوموندي كاينو. السلطات الوصية اتخذت كافة الإجراءات الطبية والعلاجية من مجانية التحاليل إلى مجانية اللقاح لتحقيق المناعة الجماعية. هناك فين تسهر على صحة وتكفل بالمريض والمصاب بصفة عامة، وهناك أدوية كذلك وضعت خاصة فيما يخص يعني لزونتي كواغولون اللي هو يعني الهاجس اللي كنا احنا عطينا يعني الأهمية الكاملة على مستوى المؤسسات لتوفير هذا الدواء. هذا الى جانب الامور الاخرى، اقول مثلا الاكسجين اللي ما عندناش يعني مشكل لحد الان. الحملات التوعوية مستمرة في الساحات العمومية وبأسلوب ترفيهي موجه للأطفال، خاصة بعد انتشار المتحور أوميكرون، للوقاية والسلامة. إذن بروفيسور، كما تابعنا في الروبورتاج يعني التلقيح بكل أنواعه متوفر والحمد لله، يعني يبقى فقط والرهان يعني على وعي المواطن وما عليه إلا التوجه يعني لهذه المراكز المخصصة للتلقيح يعني للاستفادة من هذه الخدمة، ليس كذلك؟ نعم، هي كما قلوا الحمد لله الدولة وفرت كل بكميات هائلة كل اللقاحات. هاي تكلمت على 5 لقاحات المتواجدة، كل لقاح راه يفيد الإنسان. في بداية الحملة التحسيسية للتلقيح كنا أكثر من 247 ألف لقاح في اليوم، نسبة هذه تراجعت إلى ما أقل من 20 ألف لقاح في اليوم، وهذا شيء مؤسف.
برايكم يعني ما هو السبب في هذا التراجع في هذا التراجع كما قالوا لو رانفورسمون اون دوا واش عليه الحملات التحسيسيه نكملوهم ما نديروش حملات تحسيسيه بونكتويال وقتيه لازم نديروا حملات تحسيسيه في كما نقولوا خلال كل العام ربما ثاني بروفيسور المواطن ايضا ثاني مع تراجع الموجه الاخيره الموجه الثالثه مع تراجع معدلات الاصابه هو كذلك يعني اصبح يعني يعزف عن هذا عن التلقيح نعم احنا كما نقولوا المواطن صدر لازم احنا ننبهوه المواطن احنا لازم نحسوا صدر كما يقولوا يحلل المواطن لازم المواطن كما يقولوا كنقول كل القطاعات لازم تشارك في الحملات التحسيسيه ما تكونش حملات تحسيسيه وقتيه لازم الحملات ظرفيه لازم هذه الحملات تكون خلال العام كامل ان شاء الله حتى وين يروح الوباء نحن بدورنا على كل حال كمؤسسه للتلفزيون يعني رافقنا منذ بدايه الجائحه رافقنا يعني كل اطوار هذه الجائحه بالتحسيس بضروره يعني الاجراءات الصارمه لاجراءات الوقايه وكذلك من خلال ضروره التلقيح لاحتواء هذا الوباء يبقى كذلك الدور ايضا على مؤسسات اخرى يعني من اجل يعني مرافقه هذه المساعي اليس كذلك نعم كما يقولوا لانجاح كما لانجاح كما يقولوا نيمبورت كال اكسيون العمل لانجاح عمليه التلقيح لابد من تحسيس لابد من توعيه كل القطاعات لابد عليها من المشاركه صح الحمد لله كما يقولوا الاذاعه والتلفزه وكذا الصحافه كذلك شاركت في التوعية وما تزال تشارك في هذه التوعية إن شاء الله ما يكونش انقطاع لهذه التوعية يكون نكملوا فيه مام تروح كما يقولوا مرض الكورونا يروح أو يكونوا أمراض واحد أخرين التوعية تكون كما يقولوا لهذم اللي ميزور هذم اللي تكلمنا عليهم نعم إجراءات وقائية إجراءات وقائية كاين نعم. في بلدان هكونا عرفوهم وين كمامة يديروها عام كامل ماشي لازم عام كامل ما يديروا في الكمامه انسان لازم خاصة في الفتره التي ينتشر فيها فيروسات الانفلونزا نعم. الموسميه وكل مواطن يشوف روحه مريض يسعل يعطس هو يدير الكمامه تلقائيا حنا نحبوا نلحقوا نحن في وقت يعني الى وقت قريب يعني قبل هذه الجائحه الانسان كان ربما يحشم يوضع الكمامه نعم والحمد لله حاليا كما كنا في وقت ما قريب كانت كما نقولوا حزام الامن الناس كان ما يديروش حاليا درك حاجه الاولى اصبح اجباريا ارجع اجباري مي حاجه الاولى غير ندخلوا الريفلكس الاول هو وضع حزام الامن لذلك حنا واش نقولوا في هذه الفتره وين كاين جائحه كورونا لابد ان يكون السلوك تاعنا سلوك كما نقولوا غير نخرجوا من الدار لازم نوضعوا الكمامه تاعنا تكلمنا على اللقاح أنا قلت لك اللقاح متوفر بكميات هائلة هائلة جدا لذلك لابد على كل المواطنين يروحوا يديروا اللقاح تاعهم ونتكلموا كذلك على الجرعة المعززة pour booster l'immunité المعزز التي الجرعة التي تعزز مناعة الإنسان الجرعة الثالثة وهي الجرعة الثالثة لذلك نحثوا عليها إن شاء الله باش الناس يتجهوا إلى مراكز التلقاح اللقاح ويدوا الجرعة الثالثة هذه ولي راهم لقاح يقيت ينصح الأصدقاء تاعو ينصح أفراد العائلة تاعو باللقاح وكي كما يقولوا هذا اللقاح يحمي الجميع ما راهش يحمي غير الفرد واحد احنا كما نقولوا عندنا يعني من شأنه أن يحقق يعني المناعة الجماعية في وسط المجتمع نعم احنا صدق حتى هذا مع الأوميكرون صح هو مرض ما احنا نقولوا بوتيت نقولوا الحمد لله لماذا لأن كاين ناس بزاف اللي راهم مقيوسين بالاوميكرون والحمد لله الناس هذوما كامل صدقوا لا بلوبار اكثر من 95% عندهم اعراض خفيفه واش معناتها هاو تلقى اللقاح بصفه تلقيح طبيعي طبيعي لذلك الناس اللي ما داروش الاوميكرون يتوجهوا ويديروا اللقاح تاعهم بصفه عاديه ان شاء الله
باش يزول علينا ان شاء الله هذا الوباء والبلاء ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب انتم يعني ك يعني مصالح صحيه يعني كيف رافقتم يعني هذه الحملات التحسيسيه؟ هل يعني على مستوى المستشفيات والمؤسسات الصحيه ام يعني بادرتم بتحسيسها يعني خارج هذه المؤسسات؟ احنا الحمد لله كما نقولوا نتكلم على بصفه عامه، كاع المؤسسات الاستشفائيه العامة أو الخاصة كامل راهم كما نقولوا يطبقوا في البروتوكول الصحي. صح كاين بعض النقائص، ما نقولوش بلي 100% كاين بعض النقائص، وحنا أشاك فوا كي نتكلموا على الحملات التحسيسية هذه النقائص كما نقولوا النقاط السالبة رجعوها نقاط إيجابية إن شاء الله. كذلك كي نتكلموا على المستشفيات، النقطة احنا الأساسية غير راحت الموجة الثالثة كانوا عدة نقائص واستدركنا هذه النقائص. من بين النقائص الأكسجين، الأكسجين كان في الموجة الثالثة كان ناقص بكميات هائلة، والحمد لله حاليا غير خلصت الموجة الثالثة بدينا بكما نقولوا اون رامبلي كامل لي كوف اللي كانوا عندنا لي زيفابوراتور بالأكسجين، وقمنا كما نقولوا بالانستالاسيون تاع محطات مولدات الأكسجين. الحمد لله جبنا المكثفات، عاودنا درنا كما نقولوا اون فيريفي كامل لو سيركوي تاع الأكسجين. نعم هذه فيما يخص المؤسسات الاستشفائيه. نعم. المؤسسات الاستشفائيه العامه او الخاصه اجهزه الأكسجين. النقطه الثانيه هي كما نقولوا نسبه الاسره المتاحه لمرضى الكوفيد. درنا احنا مثلا مستشفى بني مسوس قمنا ب في الاول ثلاث مصالح كانوا لي تروا سيرفيس دو بلومو، مصالح الامراض الصدريه كاين ثلاث مصالح داخل مستشفى كوفيد كوفيد مع الإلعاش لا غيانيماسيون كانت كوفيد. طيب لو سمحت فقط بروفيسور ابقى معنا سنفصل في هذه النقاط. شكرا. نواصل ايضا مناقشة ملف كوفيد ويعني الوضعية الوبائية في البلاد. بروفيسور مرزاق أرناوط، كنا نتحدث قبل نشرة الأخبار عن أهمية التحسيس وأهمية يعني التلقيح من أجل تحقيق يعني المناعة الجماعية في وسط المجتمع. تفضل. نعم احنا كما نقولوا حبينا الهدف تاعنا نلحقوا المناعة الجماعية. هذه المناعة الجماعية هي تحمي الإنسان، تحمي أفراد العائلة تاعو، وتحمي المجتمع. وكيف نحقق هذه المناعة الجماعية؟ نعم. يعني لازم يعني تحقيق مستويات كبيرة من التلقيحات في وسط المجتمع. نعم. ليس كذلك؟ لوبجيكتيف تاعنا كامل المجتمع، الهدف من هذا كامل المجتمع يكون ملقح. لذلك لابد من التركيز، لابد من التركيز على عمليات تحسيسية. هذه العمليات التحسيسية صح احنا نديروها كما نقولوا في التلفزه في وسائل الاعلام ومختلف ولكن حتى في المؤسسات لابد في كل مؤسسه يكونوا عمليات التوعيه وعمليات التحسيس وعمليات التلقيح كذلك داخل يعني هذه الاوساط داخل مختلف المؤسسات. نعم كما الحمد لله احنا كما نقولوا عندنا غطاء كما يكون كبير ان كوفرتور جينيرال تاع كاين وين تروح كاين مؤسسه عموميه نبداو من لاسال دو سوان حتى كاين كما نقولوا لي سي اش او كاين كامل المستشفيات الكبرى كما نقولوا يعني. التغطيه راهي التغطيه في كل التراب الوطني. لذلك والحاجه كانت المهمه ان اللقاح راه متواجد وراه متواجد بكثره وبكل انواعه وكذلك بكل انواعه. لذلك حنا واش نقولوا؟ نقولوا للناس لابد عليكم من حماية النفس تاعكم وحماية الآخرين بالتوجه إلى هذه المراكز المؤسسات. هنالك عدة مؤسسات داخل عندهم كاين مراكز كما يقولون مراكز طبية، وهذه المراكز الطبية تقوم بتلقيح الموظفين. لذلك احنا ننصح الجميع للتوجه بدون نسيان كما يقولوا لي ميزور هذوما التدابير الوقائيه. التدابير الوقائيه لابد من تعزيزها، لابد
من توفرها في كل هذه المؤسسات. التوفير واش يكون في المؤسسه؟ المؤسسه ماشي اشاك فوا تقدر تعطيك لابافيت، لذلك حنا نقولوا لابافيت هيك لابافيت الشخصيه، ولكن المحاليل هادو لازم يكونوا في المؤسسات. نعم. ثانيا هي وهو يعني هذه يعني متاحه، ليس يعني في فتره بدايه الجائحه كان يعني هناك يعني تخوف من نقصان هذه، الان يعني متاح. نعم. الاقنعه متاحه وهذه المحاليل كلها متاحه يعني. نعم، كل الاشياء متاحه حاليا، وكذلك اعاده النظر في كما يقولوا في التباعد الجسدي في المؤسسات. لو كان كانوا سادر كل كما يقولوا مكتب قدام مكتب من بعدهم. نعم. هذوما كما يقول المسؤول الاول هو مسؤول المؤسسه ليقوم في اعاده النظر في التباعد الجسدي. الكمامات، كلمه تعالى على الكمامات، الناس يقول لك كاين البعض يقول لك غاليه، حقيقه احنا ما نقولوش الكمامات لازم تستعمل كمامه كما يقولوا اللي ترميها، احنا نقولوا استعمل كمامه تاع الكتان، كمامه اللي تقدر تحمي بها نفسك، تقدر تستعملها يعني عده مرات، تغسلها وتقدر تستعملها. النقطه الثالثة هي الناس اللي عندهم أمراض مزمنة. ما ينساوش لقاح يعني تاع الإنفلونزا الموسمية. كاين الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ما يقول لك أنا ما نلقاحش باللقاح تاع الإنفلونزا، علاش؟ يخاف يقول لك يكون تضارب مع اللقاح تاع الكورونا. الحمد لله المنظمة العالمية للصحة قالت نقدروا نديروا اللقاح تاع الانفلونزا وكذلك ديروا اللقاح تاع الكورونا بدون اشتراط يعني فتره بين هذا اللقاحين، فتره اسبوع بيناتهم، فتره اسبوع كافيه يعني. كافيه. والنقطه الاخرى اللي لازم نحثوا عليها هو الابتعاد عن التطبيب لوتو ميديكاسيون، التطبيب الذاتي علاش؟ على بها كما نقولوا المشاكل تاعها يبانوا أبري. نقدروا بالاخذ الادويه تاع المضادات الحيويه نقدروا اون بو ديفلوبي دي ريزيستونس او زونتيبيوتيك، سادير كو حاليا هي نقدر ناخذ مضاد حيوي معين خديته في غير محلي. نقدروا كما نقولوا ثلاث سنوات من بعد نولي عندي الريزيستونس هذاك الدواء، يعني عندما تكون بحاجه حقيقيه لهذا الدواء سيصبح يعني عديم الجدوى. عديم الجدوى، لذلك لابد كي تكون عندكم اعراض التوجه الى الطبيب، هو اللي يعرف واش هو الدواء المناسب ويعرف واش هي المده المناسبه وكذلك يعرف الكميه المناسب. يعني بعد التشخيص طبعا. نعم. للاعراض يعني اللي في هذا المريض. طبعا بالحديث كذلك عن اهميه التلقيح، لو نتحدث بروفيسور عن التلقيح التعزيزي يعني الجرعه الثالثه، وهناك كذلك من يتحدث عن جرعه رابعه، ليس كذلك؟ نعم. كمل الدراسات بين الدراسات العالميه اللي خرجت في كل المجلات تبين باللي الجرعة التعزيزية هي جرعة نقدر نقولوا إجبارية. لماذا؟ شافوا باللي من ناحية صفات هذا المتحور، متحور تاع الكوفيد، ماشي غير متحور أوميكرون ولا متحور كوفيد، أنه يعطي مناعة ما تدومش بزاف، ظرفيه يعني، ظرفيه. لذلك حنا نقولوا شحال يعني الفتره يعني التقريب في البدايه يعني. تكلمنا على سنه، وبعد رجعنا تكلمنا على تمت اشهر، وبعد تكلمنا على ست اشهر. لذلك حنا نقولوا طيب بروفيسور، بناء على اي معطيات يعني يتم تحديد هذه الفترات؟ نعم، يتم تحديد هذه الفترات كما يقولوا بدراسات معمقه. كما يقولوا كيفاش يديروا الدراسه؟ ياخذوا ان اشونتيون كبير تاع الناس المرضى، عينة اللي عطى عينه كبيره، اللي عطاو لهم اللقاح، يديروا لهم التحاليل شاك كما يقولوا شهر، يعاودوا التحاليل ويشوفوا نسبه المضادات ولا كبيره ولا صغيره. غير يشوفوا باللي نقصت يقول لك باللي هذا اللقاح راهو يشد تمت اشهر، يعني نسبه المناعه في جسم الانسان في يعني جسم كم الإنسان. تدوم الفترة. لذلك لابد من جرعه تعزيزيه لرفع
من مناعة الشخص هذايا. وكما تكلمت دركات كاين ناس هم يديروا في الجرعة الرابعة. احنا لذلك واش نقولوا؟ الناس اللي ما داروش الجرعة الأولى لازم يديروها، اللي ما دارش الجرعة الثانية يديرها، والحمد لله اللي دار الجرعة الاثنين يدير الجرعة الثالثة. النقطة الأساسية اللي حبيت نبينها لكل المشاهدين، نعم، أنه أكثر من 95% ولا أكثر، نقولوا يا سيدي يقول لك بزاف هذا الرقم، أكثر يا سيدي من 90% تاع الناس اللي هم في المستشفيات هما الناس اللي ما خداوش اللقاح. النقطة الثانية ولا جرعة، ولا جرعة. النقطة الثانية، الناس حقيقة كاين الناس خداو اللقاح، خداو اللقاح الأول، خداو اللقاح الثاني، مام كاين اللي خداو الجرعة الثالثة راهم في المستشفى. لماذا؟ لأن كاين حالتين، سواء الحالة الأولى أنه تأخر في أخذ الدواء تاعو وكان يستنى يقول لك أنا يعني محمي باللقاحات الثلاث ولا الاثنين. النقطة الثانية هي أنه جات المرض هذا جاء وعنده حالة تاع مرض مزمن، قصور تنفسي، قصور كلوي، واسمه المرض سكري، كانوا عنده تعقيدات أخرى اللي خلته يدخل المستشفى ربما ضغط الدم كذلك، مالغري كان عنده اللقاح. نروحوا النقطة الثانية، أن كاين جل أسرة الإنعاش راهيك مشبعة. تشوف كما نقولوا هاد المرضى اللي راهم في الإنعاش، كيف كيف أكثر من 90% ما خداوش لي فاكسان. حقيقة كاين نسبة ضئيلة جدا خدات لي فاكسان ولكن عندها أمراض مزمنة. هاد الأشياء واش تبين؟ أن اللقاح شيء جوهري لابد من تلقيح. هادو الأعداء كما يقولوا، الإنسان اللي يشوف الأرقام، يشوف هذه الأرقام يقول لك حقيقة هنالك منفعة كبيرة عندما ألقح باللقاح ضد الكورونا. هناك أيضا بروفيسور من يتحدث أيضا أن هناك يعني هذه الجرعة المعززة، الجرعة الثالثة، يعني يحب هذا لو تكون يعني من نوع مغاير للجرعتين الأولى والثانية. ما مدى صحة هذه المعطيات؟ تكلمنا عليها حقيقة، كانوا في البداية يتكلموا عليها. احنا واش نقولوا؟ دير نفس الجرعة نفس اللقاح ولا لقاح مغاير، احنا كي جينا الإنسان يقول لي أنا درت هذا اللقاح، أنا نقول له نقدر كطبيب كمختص نقول له من الأحسن دير نفس اللقاح ولا دير اللقاح آخر، الجرعة الثالثة المعززة. على بها وين يروح يدير اللقاح؟ هو يلقى إنسان مختص، يلقى طبيب، يلقى ممرض، هو راح يعطيه النصائح يوجهه يعني. الحمد لله درك الناس كاع الأطباء الطواقم الطبية والطواقم الشبه الطبية عندها هذه المعلومات. عند اللقاح كيجي الانسان عنده لقاح معين، حنا نقدروا نوجهوه اما لقاح اللي لازم يديروا. طيب انتم يعني كممارس يعني في خاصه في مجال الطب او مصلحه الامراض الصدريه، هناك من يتحدث عن ان يعني أعراض أو تبعات فيروس أوميكرون يعني أقل شراسة، يعني إذا سمحت الأخر بأقل شراسة بالمقارنة مع المتحور الدلتا. يعني هل هناك يعني مجال المقارنة بين هذين المتحورين إن صح التعبير؟ نعم، هنالك كما قلوا مجال المقارنة، مجال كبير للمقارنة. هل بها كما قلوا متحورين مختلفين من ناحية الانتشار، من ناحية كما نقولوا القوة، ومن ناحية المضاعفات. في المتحور دلتا حتى ربما في مدة الاستشفاء في نعم المستشفيات، حاليا الناس كانوا عندهم متحور دلتا حاليا مازال عندهم تعقيدات، ولكن الناس داروا أوميكرون داروا أعراض خفيفة. كاين الناس اللي ما كانوش على بالهم كامل باللي داروا الاوميكرون، كي داروا التحليل لقاح يعني بوزيتيف، يعني ما عندوش اعراض ولا ما يحس ولا شيء، لقاح
بوزيتيف. لذلك المقارنه راهي كبيره بين دلتا وبين فرق شاسع بين هذين المتحورين، حتى بين الفا بيتا بيتا كيف كيف كاين مقارنه كبيره. وعرف حاجه سيدي بانه حاليا دركا كاين متحور جديد اللي هو حاليا راه منتشر كما نقولوا بصفه هائله وسريعه باريزون في الهند في الدنمارك. كاين دركا متحور اللي خرج من الاوميكرون هو بي ا 2. هذا الاوميكرون اسم تاعو سي بي ا 1 والمتحور الجديد هذا بي ا 2 المتحور الثاني من اوميكرون. المتحور الثاني هذا من اوميكرون اكثر سرعه في الانتشار من اوميكرون، وربما يكون كذلك اقل خطورة. نعم اقل، يعني اذا تتبعنا منطق هذه المتحورات. نعم اقل شراسه، وكان كما نقولوا دركا كامل المرضى اللي راهم في الهند ولا في الدنمارك كامل سي بي ا 2 سي كما نقولوا هذا اللي خرج من الاوميكرون، النسخه الثانيه من اوميكرون. نعم احنا نقولوا ان شاء الله هذا المتحور ان شاء الله ما يلحقش، ولا الحق ان شاء الله يكون خفيف علينا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بقى معنا بروفيسور، نتابع من ولايه التيارت طريقه او عمليات التكفل بمصلحه كوفيد بهذه الولايه في هذا الروبورتاج من توقيع نور الدين قاسمي. أسماء وأعمار نزلاء هذه المصلحة المخصصة للمصابين بكوفيد 19 بمستشفى تيارت، إلا أنهم يتقاسمون الألم ذاته وتتشابه أسباب وجودهم هنا: تهاون في الالتزام بإجراءات الوقاية ورفض لتلقي اللقاح. الأخ تاعي راهو هنايا عيد في دار في راسو باللي ما يديرش التلقيح، مي دروك راهو نادم، راه يقول إن شاء الله الريح ندير التلقيح. بعض الامراض اللي دخلوا في كوفيد 19 ما داروش البورسونتاج، ما داروش الفاكسان تاعهم، كان اللي دار الفاكسان الاول وما دارش لا دوزيام وما دارش تروازيام، هذه هي. وكاين اللي ما دارش كاع، كاين اللي ما عطي ماشي عاطي لك اهميه. كل المرضى اللي راهم اوسبيتاليزي هنايا نو سون با فاكسيني، دخلوا لنا افيك دي اون ديتريس ريسبيراتوار. ديتريس ريسبيراتوار بيان سور افيك توت لي كومبليكاسيون تاع الكوفيد. ولان الوضع يزداد خطوره، إجراءات توعية وردع من الهيئات العمومية يقابلها وعي من المواطن، إما خوفا أو حسرة على فقدان أعزاء. عيات القناة توعي في الشعب، توعي، ولكن كاين بعض اللي راهم يخشنوا رسانهم وهما اللي راهم مدين الناس الآخرين إلى الهلاك. حنا كي توشينا فريمون في مالينا ودفناهم، سي ديجا ماشي غير الكمامة، التلقيح والكمامة وكاع البروتوكول وما يكفيش. كاين تجار محترمه، كاين تجار مش محترمين. فيما يخص الاجراءات الردعيه، غير في هذه يومين حوالي تم اقتراح غلق حوالي 30 محل، من بينهم مقاهي، مطاعم، التجاره بتجزئه الالبسه والاواني، ورانا نتبعوا. اذا الحل يكمن في تجسيد شعار وعينا يحمينا. إذن مشاهدينا الكرام، السبيل إذن عبر الوعي بخطورة هذا الداء، وكنا نتحدث مع البروفيسور عن أهمية التلقيح وعن هذه المتحورات التي يعني باتت في تطور مستمر. بروفيسور، لو نتحدث عن الآن التكفل داخل المستشفيات وداخل المراكز يعني الاستشفائية، يعني كيف تشخصون أنتم في مركز يعني الأمراض الصدرية بابن مسوس، يعني مقارنة بالفترات السابقة وفي الموجات السابقة؟ الحمد لله حاليا احنا واش قلت كي خرجنا من الموجة الثالثة، إدارة مستشفى ابن مسوس قامت كما يقولوا للتحضير للموجات اللي هم جايين. الحمد لله قمنا كما يقولوا شفنا كامل لو سيركويت الاكسجين في المستشفى، قمنا ب انستالاسيون تاع ان ايفابوراتور، انا انستالي ان ايفابوراتور جديد تاع الاكسجين مكثف الاكسجين اللي يربط اكثر من اللي يكتف 5000 لتر، وكذلك درنا محطه لتوليد الاكسجين، كذلك عودنا شفنا مسار المريض داخل المستشفى، زدنا كما نقولوا هيئنا كامل الستوك تاع
تاع الادويه وجدناها الحمد لله كما نقولوا كامل تاع اسمه التدابير الصحيه لي بافات لي بلوز لي سور بلوز الاخر وجدناهم الحمد لله كانت تحضيرات. نعم. لذلك كي دخلنا في المرحله في الموجه الرابعه كنا مستعدين. نسبه التشبع في المستشفى بني مسوس كما نقولوا بدينا بثلاث مصالح، كانوا أربعة مصالح، كانت ثلاث مصالح يعني تخصيص مصالح كانت يعني مع الأول خصيصا كانوا المرضى ما كانش المرضى ما كانوش بزاف، كانوا ثلاث مصالح تاع الأمراض الصدرية، وكانت مصلحة الإنعاش اللي نشكروا الطاقم تاعها اللي من نهار بداية الكوفيد حتى درك مازالهم يخدموا غير الكوفيد. كي بدات الحالة تتصاعد فتحنا حنا درك حاليا 11 مصلحة مخصصة لمرض الكوفيد، والحمد هذه إلا في مستشفى بني مسوس. بني مسوس والحمد يعني هياكل كبيرة. نعم هياكل يعني كبيرة، لا يوجد تخوف يعني في هذا. نعم. وحاجة اللي كانت خديناها بعين الاعتبار هو لي كونسلتاسيون، صدرك لي كونسلتاسيون اكستيرن تاع المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة انتقلوا إلى المراكز الاستشفائية الأخرى لي زو بي اس بي لي بولي كلينيك، انتقلوا يعني لكل الطواقم تاع مراكز الخدمات الصحية خارج يعني المستشفى. نعم خارج المستشفى كما نقولوا الطواقم، تخفيف يعني الضغط على المستشفيات الكبرى، على المستشفيات، وكذلك باش المرضى هذوما اللي عندهم أمراض مزمنة لازم تكون عندهم متابعة مستمرة. نعم. لذلك الطواقم الطبية قسمناهم نص أو يعمل في المستشفى، وكاين أفراد اللي يروحوا لهذه الخدمات الطبية المتعددة الخدمات يروحوا باش يشوفوا هاد المرضى. النقطة الثالثة الأجهزة، هنالك عدة أجهزة كذلك متوفرة مثل أجهزة التنفس مثل لافياني لي سيباب لي زوبتيفلو، الحمد لله حاليا كلها راهي متوفرة. كذلك من ناحية أسرة الإنعاش فتحنا مصلحة جديدة للإنعاش، هنالك مصلحة فيها 12 سرير، فتحنا مصلحة واحدة أخرى للإنعاش فيها 10 أسرة، وكذلك هنالك أسرة تاع إنعاش في بعض المصالح الاستشفائية. نسبة التشبع مناش كما نقولوا الحمد لله، لا روتاسيون تاع المرضى عم يدخلوا غير نلقاهم يتحسنوا نعطوا لهم الادويه تاعهم يروحوا للدار، يعني مده الاستشفاء يعني ليست مقلصه. نعم. مقلصه نعطوا لهم الدواء، وهذا ما يسمح يعني باش ندخلوا مرضى واحد اخرين. نعم. والحمد لله عندنا المكتفات تاع الاكسجين هم عندنا، كاين ناس نعطوا لهم مكتف نسلفوه لهم يديه مع المنزل تاعو غير يتحسن يعاود يرجعوا لنا. جميل. كامل المصالح عندهم المكتفات الحمد لله، حاجه برق باللي في هذه الموجه الطواقم الطبيه والطواقم الشبه الطبية وطواقم الإدارية تقاست حاليا، ورغم إصابتهم بفيروس كورونا ما زالهم في مجابهة هذا المرض بكم كما نقولوا، كانوا كما نقولوا ليغارد، كنا نديروا كانوا يديروا انغارد شاك 5 جور ولا 6 جور، مانتونو يديروا نهار بنهار ليغارد. علاش؟ على بها الزملاء تاعهم تقاسوا وما يقدروش يخلوا المصالح تاعهم شاغر. طبعا حاليا حتى درك الحمد لله كما نقولوا رغم الاصابات الكبيره في الطواقم هذه، مي كما نقولوا المعالجه والمتابعه راهيك مستمره في المستشفى بني مسوس وكذلك في كل المستشفيات عبر الوطن. ونحن بدورنا يعني نرفع القبعه يعني هذه الطواقم التي يعني ما زالت يعني في الصفوف الأولى لمجابهة هذا الوباء يعني منذ الانتشار الأول لهذه الجائحة، ويبقى الرهان كذلك بروفيسور على يعني وعي المواطن ومدى استجابته لمختلف الحملات التحسيسية، خاصة كما تفضلت ما تعلق بالتلقيح، كل التلقيح يعني المتوفر بكل أنواعه، وما عليه إلا يعني التوجه إلى مختلف المصالح المخصصة لذلك. ربما كلمة أخيرة توجهونها للطواقم الطبية التي ما زالت تعمل يعني جاهدة لاحتواء هذا الوباء، وكذلك
للمواطنين. نعم، هي الكلمة الأخيرة، أنه أترحم أولا على كل الذين توفوا في هذه الجائحة. الترحم هذا يروح للجميع، الطواقم الطبية والشبه الطبية والإدارية، وكذلك كاع الناس اللي توفوا في هذه الجائحة. كذلك كما قلوا تشكراتي لكل الطواقم اللي ما زالها واقفة حتى الآن رغم الإصابات العديدة في الصفوف تاعهم. كلمة ترحم كذلك للأستاذ فقدناه اليوم، أستاذ بوحامد رابح الذي توفى اليوم، رئيس مصلحة الأمراض المعدية في بني مسوس في القطار، وكذلك الأستاذ كلو اللي كان مدير عام لمعهد الصحة العمومية للجزائر، الله يرحمه ويوسع عليه، رحمة الله عليه، وكل الموتى اللي توفوا في هذه الجائحة. وربي إن شاء الله يرفع علينا الوباء والبلاء إن شاء الله، ونرجع إن شاء الله الحالة العادية. للرجوع لهذه الحادية لابد بأخذ بعين الاعتبار شيئين أساسيين، اللقاح وكذلك كل إجراءات الوقائية والاحترازية لتفادي هذا المرض. وشكرا. شكرا جزيلا بروفيسور مرزاق غرناوت، رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى بني مسوس. شكرا على كل ما تفضلتم به خلال هذا البرنامج، نلتقي إن شاء الله في فرص أخرى. شكرا جزيلا لك بروفيسور. بارك الله.